بلادنا تدين بشدة حادثة إيضان النار في نسخة من المصحف الشريف وتمزيقه أمام مسجد ستوكهولم المركزي، وتطالب بمحاسبة المسؤولين. أزواجنا الميامين يواصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، والمتعجلون يغادرون ميناء لاستكمال بقية المناسك. المنتزهات وساحات الترفيه وشواطئ المحيط الأطلسي وجهة للمواطنين في أيام الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. دانت بلادنا بشدة حادثة إضرام النار في نسخة من المصحف الشريف وتمزيقه أمام مسجد ستوكهولم المركزي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج في بيان لها إن تكرار هذا التصرف الشنيع يعكس إرادة سيئة مبيتة من قبل المخططين له والمنفذين ضد الإسلام وأقدس مقدساته، داعية المجتمع الدولي إلى العمل الجاد متضامنا ضد تكرار هذه الأعمال المشينة ومحاسبة مرتكبيها. وفيما يلي نص البيان، تندد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وتستنكر بشدة حادثة إضرام النار في نسخة من المصحف الشريف وتمزيقه أمام مسجد ستوكهولم المركزي خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك. إن تكرار هذا التصرف الشنيع يعكس إرادة سيئة مبيتة من قبل المخططين له والمنفذين ضد الإسلام وأقدس مقدساته، كما يبرز بشكل واضح حرصهم على المضي إلى أبعد الحدود في استفزاز مشاعر أكثر من ملياري مسلم في مختلف قارات العالم. إن هذا الفعل المدان يتعارض بشكل صارخ مع قيم الحوار والتسامح ونبذ الكراهية والتطرف والإقصاء، ويتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وقيم التعايش السلمي بين الثقافات والشعوب. وتؤكد الحكومة الموريتانية بهذه المناسبة تمسكها الثابت بقيم التسامح والتعايش السلمي بين الثقافات والشعوب طبقا للمبادئ السمحة التي يقوم عليها الدين الإسلامي الحنيف، وتجدد رفضها التام لكل ما من شأنه أن يؤجج مشاعر الكراهية والعنف بين الشعوب والأمم. وتدعو في هذا السياق المجتمع الدولي إلى العمل الجاد المتضامن ضد تكرار هذه الأعمال المشينة ومحاسبة مرتكبيها. واصل حجاجنا الميامين رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، في حين بدأ المتعجلون مغادرة منى، فيما يترتب على الحجاج غير المتعجلين المبيت ليالي التشريق الثلاث عند مشعر منى. وقد استكمل ضيوف الرحمن في أول أيام العيد مناسك حجهم برمي جمرة العقبة الكبرى وأداء طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ثم الحلق أو التقصير، وتحللوا من الإحرام، ومنهم من أخر طواف الإفاضة ليؤديه مع طواف الوداع في ركن واحد. أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية أن مقاييس المطر سجلت خلال 24 ساعة الماضية هطل كميات من الأمطار على مناطق متفرقة من البلاد، وذلك على النحو الآتي.
عدت المنتزهات وساحات الترفيه بالعاصمة نواكشوطة والأيام عيد الأضحى المبارك إقبالا ملحوظا من المواطنين باعتبارها من أهم الوجهات الترفيهية للاحتفال بالعيد. فريق من الموريتانية زار بعض هذه المنتزهات والساحات وأعد التقرير التالي. تعد الملاهي والمنتزهات الوجهة الأولى للعائلات مع أطفالهم خلال أيام العيد لما تسخر به من وسائل ترفيهية متنوعة، حيث تتعالى ضحكات الأطفال المعبرة عن استمتاعهم بالألعاب التي تتوفر عليها هذه الأماكن. أنا اليوم جايين نلعب بارك، ألعاب ما شاء الله زينين، ركبتهم زينين ما شاء الله بارك زين، لعبات كاملين، لعبنا لعبة كاملة زين ما شاء الله. أنا يوم جيت ألعب كاملة زين ما شاء الله. الآباء والأمهات لم يفوتوا الفرصة لتقاسم هذه الفرحة مع أبنائهم، حيث كانوا حاضرين لإضفاء روح البهجة والسرور على وجوه أطفالهم. بركة لي وليكم العيد إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير. فخر للعائلة الموريتانية بليدة تم تقدر تعدل فيها عطلها الأسبوعية، ومناسبة العيد مناسبة زينة عن تركبي اللي نظمهن مسابقات ترفيهية ونظموا مسابقات رياضية. ارتبطت فرحة العيد بالبحث عن الأماكن الترفيهية التي باتت الملاهي والمنتزهات والساحات العمومية تشكل أهمها في العاصمة نواكشوطة. هذا ما تجلى من خلال الصورة العامة لهذه الأماكن وما شهدته من اكتظاظ وتزاحم في عيد الأضحى المبارك. كما أن سكان نواكشوط يتوجهون كذلك إلى شواطئ المحيط للراحة والاستجمام احتفالا بفرحة العيد، حيث يتنادون من مختلف أحياء المدينة للاسترخاء على الشواطئ وممارسة النشاطات الترفيهية. التقرير التالي يرصد لنا أهم المظاهر الاحتفالية على شاطئ المحيط في أيام عيد الأضحى المبارك. شواطئ العاصمة نواكشوط المطلة على المحيط الأطلسي هي المقصد الرئيس للزوار الباحثين عن متنفس بعيدا عن أجواء المدينة خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك. هؤلاء جاءوا باحثين عن الاسترخاء منشدين ملاذا مناسبا للراحة والاستجمام في هواء البحر ونسيمه العليل، خاصة بعد نهاية السنة الدراسية وبداية العطلة الصيفية. يوم فراحة واستجمام عقب الضغوطات كاملين، ضغوطات عقب من المدرسة والامتحانات في أسر مشي، واليوم جايين نرفهوا عنا شوي وجايين للبحر هنا شاف الأجواء اللي زينة، بالرغم من التكاليف اللي نستغرقوها ياكم جهونا شيء، إلا أنهم بعد استحقوها كامل عقب أن يجي مستراح وكامل من الضغوطات النفسية والمجتمعية قضت عنك. حرف تبارك الله اليوم زين، هذا اللي فيه بارك تبارك الله، ما يجي تجبره ما هو في نهارات العيد، معناه الحمد لله الناس كاملة تكاملتهم الحمد لله يتعبر عن فرحته وعن فتبارك الله مدى ساعته في نهار اليوم. ودعبة أمواج البحر وركوب الخيل والجمال وممارسة ألعاب الرماية وغيرها من الهوايات الشبابية وحتى السير بأرجل حافية على حافة البحر هي مشاهد تختصر أجواء الفرحة والتسلية والترفيه التي عاشتها العديد من العائلات في فسحة العيد هنا على شاطئ المحيط الأطلسي. الأجواء البحر هون زيني ما شاء الله، المظاهر مولي زينة ما شاء الله، زينة هون ركبنا الخيل بالله كان مناظر زينة ما شاء الله، ركبنا الخيل والجمل ما شاء الله وأجواء زينة، نمشون تقرحوا شوي الله وأجواء مريحة الحمد لله. ومن أجل أمن وسلامة المواطنين خاصة في هذه الأيام المباركة التي تشهد فيها هذه الأماكن اكتظاظا، اعتمدت السلطات العمومية خطة أمنية لحماية والحفاظ على سلامة رواد شواطئ العاصمة نواكشوط. في مدينة كيهيدي يخرج مئات المواطنين إلى ساحة المطار في تقليد سنوي يتجدد مع كل عيد في ظل نقص المواقع السياحية والمنتزهات. فريق من مكتبنا في غرغل زار ساحة المطار ومنتزه براجي بضواحي كيهيدي وأعد التقرير التالي. تعد ساحة مطار كيهيدي المتنفس الوحيد لسكان وزوار المدينة خلال الأعياد
هذه الساحة تمثل موعدا سنويا يتنادى إليه الجميع من مختلف الأعمار لقضاء وقت من الترفيه وتبادل التهاني بمناسبة العيد وتوثيق لحظات الفرح بهذه المناسبة الدينية الكبيرة. ما شاء الله أجواء العيد هون كانت زينة حتى ما شاء الله ظاهرة في وصنقة عادة كهيدي كهيدي ما قطعت تكون زين ما شاء الله لا زين زمن كامل خاصة عنه حالا عنده أجواء العيد. الحمد لله عيد مبارك علينا وعليكم إن شاء الله عيد زين ما شاء الله شعب ما شاء الله فرحة له كل عيد نشوف فيه ما شاء الله الفرح نعتو لباسنا ونعتو فرحنا ما شاء الله الشعب كامل معانا الحمد لله الله شاكرين. نحن جايين هنا تياها رفوا شوي عنا شوفوا شم الأجواء ما كنا نشوفوها نعيشوا فرحة العيد الحمد لله هنا العيد في كيهيدي زين الحمد لله. وفي ضواحي كيهيدي يوجد منتزه يتوفر على بعض الألعاب الخاصة بالأطفال وملاعب رياضية حيث تقبل الأسر لقضاء وقت في هذا المنتزه الوحيد على مستوى المدينة. نهنئ كافة المواطنين بمناسبة العيد في هذا المنتزه تلتقي جميع مكونات الشعب في جو أخوي لتبادل التهاني والتسامح ومنح فرصة للأطفال للعب والتمتع بفرحة العيد. ما شاء الله الحمد لله أجواء العيد زينة جون شيانا العبود الشي كامل مع رهير وذاك شي زين فتبارك الله في الناس كاملة وليا فيه مشاكل وليا شي جون شيها أجواء العيد ما شاء الله زين جون شي مع التركية العبو وهي شون احنا نقعد مع أصحابات ونردو ومبارك العيد. وتتجدد المطالب في كل مناسبة دينية أو وطنية بإنشاء فضاءات ومنتزهات للترفيه والسياحة في ظل نمو ديمقراطي للمدينة وضرورة مواكبة متطلبات التحضر والحدث. محمد علي سالك لقناة الموريتانية مدينة كيهيدي. يواصل السكان في مدينة كيفا الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في ثاني أيامه وسط تبادل للزيارات والقيام ببعض الأنشطة الترفيهية المختلفة ويشكل العيد فرصة للعديد من السكان لزيارة ذوي القربى صلة للرحم فضلا عن أجواء الراحة والترفيه طوال أيام عيد الأضحى المبارك. مظاهر فرح وبهجة يعيشها سكان مدينة كيفا أول أيام عيد الأضحى المبارك يفرحون ويتبادلون سويا التهاني والمباركة. هذا العيد كان عيد مبارك وجاء في أجواء مباركة بأمن الحمد لله وحامدي مولانا على استقبال الناس الأضحية وزيارات والعيد ما شاء الله جاء فترة مناسبة الحمد لله وأسعار مناسبة في متناول الجميع الحمد لله والحمد لله الناس عندها توجهات كزيارة الحمد لله وصلة الرحم الناس هون تقوم بالزيارات كاملة لجيرانهم وصلة الرحيم كاملة الأضحية كان الناس اللي تفوت تخلق الصلة هون تمشي تضحي كلها يقبل شات عيد ويذبحها ونعود هون الدحميس دي منها كد قيس كاملة رحيم عنده يسول ويصول رحيم ويصول. تتوافد الأسر هنا على الأسواق لاقتناء حاجياتها من ألبسة وأطعمة وغيرها من مستلزمات العيد ثم يعودون إلى منازلهم استعدادا لزيارات العائلية واستقبال الضيوف من الأهل والأقارب. لقيت قطع أنه زين أنا ما شاء الله هون مع أصحاباتي وأخوتي ما عايش نستدرون والله إلا قطع أنه زين هالي إيد مباركة إلي الحية كامة إن شاء الله يتساعد لكم إن شاء الله كامل. أجواء العيد جيدة ولله الحمد فنحن الآن نتنزه في شوارعها والله سوء الأرحام ولله الحمد ونشوف الأقارب والأصحاب الحمد لله وأجواء جيدة ما شاء الله. تتواصل الاحتفالات المخلدة لعيد الأضحى المبارك في ولاية العصابة في أجواء تطبعها المحبة والتسامح وتصاحب هذه الاحتفالات العديد من الأنشطة الاجتماعية والترفيهية التي اعتاد السكان القيام بها في هذه المناسبة السنوية. الشيخ الحميدي الموريتانية مدينة كيفا. إلى مدينة أكجوجة حيث يمثل العيد مناسبة احتفالية يعظمها السكان المحليون ويحتفلون بها على طريقتهم الخاصة وفي ظل النقص الحاصل في أماكن الترفيه والاستجمام بالمدينة يجد سكان ضالتهم المنشودة في بعض الأماكن بالمدينة. في ظل النقص الحاصل في أماكن الترفيه والاستجمام في مدينة أكجوجة يجد السكان ضالتهم في هذه الهضبة المطلة على المدينة والمعروفة محليا بكدية شتدوه
تمثل هذه الهضبة معلمة تاريخية وسياحية تحظى بشعبية كبيرة لدى السكان المحليين هنا، يقصدها المواطنون في أيام الأعياد والمناسبات الاحتفالية، متخذين منها مكانا للتنزه والراحة، حيث يمكن موقعها المتميز الزائر من التمتع بالنظر إلى معالم المدينة المختلفة. كان أشوف الجو هنا تشيه وخرص ما تشيهت لا طال عندك جي هنا تشيهت وشوف جو العيد شماس. هذه الكدية اعتبروها طبعا على أنهم اللاكي هما مثل البحر عند نواكشوط نقولون ويتنزهوا في هذا الزمن العيد يقعشوها ونشو كاملين وعدينها يطلعوا عليها. يوم واحدين يقبضوا الماعين ويشو يطلعوا لفوق على رأس الكدية ويتاوي تيوفهم ماتياه وعدلوا صورهم وذلك عاملوا يتنزهوا. إضافة إلى ذلك تمثل الشوارع العامة في قلب أكجوجت متنفسا أيضا يذهب إليه السكان في أيام العيد، وذلك لما تتميز به الطرق هنا من جودة تضفي عليها الإنارة العمومية مظهرا جماليا ما جعلها قبلة لبعض المواطنين في هذه المناسبات. الحسن دباب، قناة الموريتانية، مدينة أكجوجت. افتتحت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم تزامنا مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك 3 منتزهات للأطفال في أحياء عمالية مختلفة من مدينة زويرات، وتوفر المنتزهات المفتتحة لأطفال المدينة المنجمية فرصة للترفيه والتسلية. جاء افتتاح المنتزهات 3 من طرف الشركة الوطنية للصناعة والمناجم السنيم بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك لتسد فراغا مهما لدى الأطفال وأسرهم في مثل هذه الأعياد التي تحتاج فيها الأسر إلى فضاءات رحبة للترفيه والتسلية من أجل كسر روتين الحياة اليومية الخاصة بالأسر. في إطار اهتمامات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم بالجانب الاجتماعي وبمناسبة عيد الأضحى، قامت الشركة بإنشاء وافتتاح 3 منتزهات ترفيهية في الأحياء العمالية للسكن. هذه المنتزهات الترفيهية تقصد بهم بالأساس عمال الشركة وأسرهم، إضافة إلى ساكنة الزويرات بصفة عامة، ويتكونوا مجموعة من الألعاب المهمة جدا، وإضافة إلى ممرات للمشي لرياضة المشي، وإضافة إلى الدباب ببليك. واستطاعت المنتزهات المفتتحة من استقطاب مئات الأطفال وأسرهم موفرة لهم ألعابا متنوعة يختار فيها الطفل اللعبة المناسبة لفترة عمره، فيما يتمتع الآباء بمتابعة أبنائهم وهم يلعبون داخل المنتزه. الحمد لله الملعب نعتبره متميز لأول مرة، زوارات قد شهدته بالسبعينيات ثمانينيات، وبالنسبة الحمد لله لا يتلاحظوا بعدين أطفال زوارات، ما قد نقول أطفال العمال وحدهم بيدي، هذا في أطفال زوارات كامل الحمد لله، وحتى بعد أنه عاد مركز للسياحة والناس كاملة وجهون تخرص يلعبوا أطفالها وتتعدل هون الرياضة في هذا الكروال المعدلين هون. نحن العاملات في السينما شاكرين الفكرة، فكرة الألعاب أصلا تركتنا ما كانوا يجبروا بل منين يلعبوا، ما شاء الله دخلت قلوبهم السرور ونحن مولي كذلك والفرحة، وجزاكم الله خيرا وشكرا. أول مرة نشوفوا في الزوارات منتزه زين ما شاء الله، وتركة تخص شمالي وتلعب تبارك الله. وتغمر الفرحة أطفال المدينة المنجمية وهم ينتقلون من لعبة إلى أخرى وسط متابعة حثيثة من آبائهم. المنتزه زي ما شاء الله، رأينا في الألعاب ياسين، رأينا فيه ما شاء الله بلاصة نلعبوا فيها. بعد المنتزه زي نحن بعد متعنا فيه ومرحنا فيه. الإقبال الكبير على المنتزهات المفتتحة في مدينة الزورات يعكس حاجة سكان المدينة إلى مواقع سياحية أو ترفيهية يمكن أن تلجأ إليها أسر المدينة لكسر الروتين العملي وظروف الحياة داخل البيت. سيد أحمد البوكار سيرة، زوارات، الموريتانية.
تم بمقر الإدارة الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة في ولاية ترارزة توزيع كميات من لحوم الأضاحي على بعض الأسر المتعففة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة مقدمة من طرف جمعية العون المباشر الكويتية، وتستفيد من هذه المساعدة 400 أسرة متعففة على مستوى مقاطعة روسو، وتأتي في إطار التدخلات السنوية التي تقوم بها جمعية العون المباشر الكويتية، وذلك في إطار مشروع الأضاحي للعام 2023. وقد عبر المستفيدون من هذه الحصص عن تثمينهم لهذه اللفتة الكريمة، المعبرين عن ارتياحهم للظروف التي تمت فيها العملية وما اكتنفها من شفافية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية النشرة. تذكير بالعناوين: بلادنا تدين بشدة حادثة إبرام النار في نسخة من المصحف الشريف وتمزيقه أمام مسجد ستوكهولم المركزي وتطالب بمحاسبة مرتكبيها. حجاج الميامين واصلون رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق والمتعجلون يغادرون ميلان لاستكمال بقية المناسك. المنتزهات وساحات الترفيه وشواطئ المحيط الأطلسي وجهة للمواطنين في أيام الاحتفال بعيد الأضحى المبارك. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.